أقصانا ينتهك، أقصانا يستباح، أقصانا يدنس من قبل الصهاينة المجرمين، الأقصى للمسلمين، الأقصى لكل العرب المسلمين. الواقع المرير الذي تمر به الأمة العربية ليس وليد الساعة، بل هي الأخطاء متراكمة من قيادات خائنة مرت على تاريخ الأمة العربية، وأن الحل والتفاوضات والتطبيع، أي عملية تطبيع أو تهدئة مع الكيان الصهيوني، هي عملية فاشلة ستكون وستعود بالواقع الأليم على شعبنا الفلسطيني وعلى الأمة الإسلامية. ما تقوم به إسرائيل بإخواننا في غزة وبيت المقدس هو الإرهاب بحد عينه. نطالب من العالم أجمع بوقف هذا العدوان الهمجي على إخواننا في بيت المقدس. طلعنا سند لشعبنا الفلسطيني بغزة بالأقصى، احنا إن شاء الله راح نضل سند لهم، وطلعنا ضد الكيان الصهيوني الغاشم اللي عم بيقصف أهلنا بغزة بالأقصى وعم بيستهين بشعبنا وعم بقتل شعبنا. ونحن منطالب من إخواننا بالداخل الفلسطيني ومن كل المسلمين بعدم فتح مجال المفاوضات وعدم التهدئة، وبالعكس من طالبين بالتصعيد العسكري وأكثر وأكثر إن شاء الله، والله ينصرهم والله يشد على الله يثبت أقدامكم والله يثبت قلوبكم ويزعزع صفوف اليهود.